السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم طلاب ثلاثة سنة يا رب تكونوا بخير ربنا يوفقكم ويعينكم وييسر لكم اموركم ان شاء الله النهارده هنضرب على ترجمه من عربي لانجليزي ان شاء الله في كتاب المعاصر صفحه وعشرة ولو مش معاك كتاب المعاصر ركز معانا برضو هيفيدك الكلام بسم الله الرحمن الرحيم عندنا اربع جمل النهارده بيقول لك هنا اول واحده قد تتاثر صحتك النفسيه بشده كنتيجه مباشره للانهاك في العمل تمام دون الحصول على قدر كاف من الراحه قد تتاثر صحتك النفسيه تمام هنا يا شباب عايزين الفاعل لو هنترجم من غير اختيارات هنبدا بايه يا شباب صحتك النفسيه لان دي هي تبقى الفاعل يور هيلث او يور مينتال هيلث قد يا شباب قد بتدل على ايه قد بتدل زي ما خدنا قبل كده بتدل على الاحتماليه بتدل على ايه يا شباب على الاحتماليه طب ايه اللي بيدل على الاحتماليه اللي هي بمعنى من المحتمل ان او ربما طبعا عارفين اللي هي مي او او مايت مي او ايه يا شباب او مايد مي او مايد تعالوا كده نشوف Your mental health may be severely affected as a direct result of being overworked without getting enough rest تعال نجيبها من الآخر. قدر كافي من الراحة. ها قدر كافي من الراحة يعني أو دون الحصول على قدر كافي من الراحة؟ ها without getting enough rest. ماشي ده صح تمام آه الإنهاك في العمل يعني إيه الإنهاك في العمل؟ ها being hard worked being hard work تمام تنفع دي قد تتاثر صحتك النفسيه your mental health may be severely affected بشده بشده يعني severely بشده يعني ايه severely تمام كنتيجه مباشره لي كنتيجه مباشره لي تمام تتاثر يعني affected كنتيجه as a result of طبعا زي ما احنا عارفين طب وجبنا directly بمعنى مباشر طب دي تنفع؟ اه ومي طبعا عارفين اللي هي قد ممكن دي تنفع تمام تعالوا نشوف اللي بعدها your mental health might be severely affected as a direct result of being overworked without getting enough rest هي هي بالظبط بس الفرق may ومايت الفرق may وايه يا شباب ومايت تعالوا كده نشوف رقم لسه عندنا رقم D و C تعال كده نشوف رقم C Your mental health will be severely affected as a direct result of being hard uh, worked uh, overworked sorry without getting enough rest الفرق ايه يا شباب؟ well تمام؟ uh, وهنا بقول لك A و B A و B هتبقى آه. ايه يا شباب؟ A وبي ليه يا شباب مش يبقى هتبقى رقم دي هي الصحيحه ليه مش هناخد ويل بي؟ لان ويل بي بتدل على المستقبل لو هنا قال لك مثلا أه ستتاثر ستتاثر صحتك النفسيه بشده كذا كذا اه كنت ممكن تاخد ويل بي انما لما قال قد تتاثر اعرف اللي هي بيدل على الاحتماليه may مي او might may مي او مايت تمام كده يا شباب تمام تعالوا نشوف اللي بعد كده الجمله اللي بعد كده انا بيقول كان يجب الا تتناول ذلك الكم الكبير من الطعام في وجبه العشاء فالمعده بيت الداء كان يجب الا تتناول ده معناه اللي هو ايه يا شباب اللي معناه اللي هو تناول ده معناه اللي هو تناول تمام من نقف في ترجيم لدي من غير ما نشوف الكلام كان يجب الا الا تتناول تعالوا نشوف كده You should not eat هنا الكلام بيدل على الماضي، لاحظ ان الكلام بيدل على الماضي او حد بيلوم حد ما كانش ينفع تعمل كده، بس هو عمله تمام؟ You should not eat that much food at dinner because the stomach is the home of disease should not eat دي يا شباب بستخدمها في اللي هي في النصيحه بس في المضارع والمستقبل المضارع ويا يا شباب والمستقبل انما هنا بيدل يا شباب على ان الموضوع حصل في الماضي فدي مش هتنفع تمام؟ هنا تعال نشوف الثانية. You should not have eaten that much food at dinner because the stomach is the home of disease لان المعدة بيت الداء. <applause> you should have eaten should have زائد التصريف الثالث. should should have زائد ايه يا شباب التصريف الثالث كان يجب الا دي معناها كان يجب الا فدي احتمال يكون صح رقم رقم بي دي ممكن تكون صح تعال نشوف رقم سي يو كود نوت هاف ايتن انت كان بامكانك ان تاكل ما بتكلمش عن عن الامكانيه هنا او او الاستنتاج هنا So much food that much food at dinner because stomach is the home of disease فدي مش هتنفع لان ما بتكلمش هنا عن الامكانيه هنا او الاحتماليه تمام؟ You might have eaten that too much ده برضو هتلاقيها زي اللي فوق بالظبط دي ودي بيتكلموا مثلا ده عن الاحتماليه او الامكانيه ده برضو عن احتمال وامكانيه ولو انها مش هتنفع يبقى هتبقى رقم ايه يا شباب؟ هتبقى رقم بي هتبقى رقم بي تعالوا كده نشوف اللي بعده رقم ثلاثة هنا لك إيه إن الإجهاد الشديد الذي يتعرض له طلاب المدارس السنوية يمكن أن يترك أثرا سيئا على صحتهم النفسية تمام إن الإجهاد الشديد طبعا إن عارفين ليه ما بتترجمش فهنبدأ بالإيه؟ بالإجهاد الشديد يعني إيه إجهاد الشديد؟ The extreme stress the extreme stress تمام the extreme stress the extreme stress the extreme stress تمام الذي يتعرض له طلاب المدارس السنوية That high, are to, huh? that, high are to, that high school students are exposed to That high school students are exposed to is I have That high uh, school students are exposed to That high school students are exposed to Oh, Let's see the last one يمكن <laughs> يمكن أن يترك أثراً, أثرا سيئا يمكن هنا تكلم عن الإمكانية، من المحتمل أن يترك أثراً سيئاً. has a bad effect on their mental health. ها، have لديه أو له ولا يمكن أن يترك؟ هنشوف. have a bad effect on their mental health. ها، هنشوف. might have might have أبد ممكن أن يكون لديه أو ممكن أن يترك أثر have effect ل... لديه أثر على أو يؤثر على تمام ممكن دي can be had ها هتبقى إيه يا شباب ها أنا بقول هنا يمكن يعني بتكلم عن الإمكانية عن الإمكانية ما بقولش ما باكتش هنا ده تأكيد وهنا ده تأكيد تمام كده يا شباب وبعدين الاولانيه دي مش ممكن الاولانيه لا اللي هي مع المفرد فبقول هاز افكت تمام كده يا شباب انما الهاف مع الستريس مش هتنفع فدي مش هتنفع خالص تمام وهذا مش هتنفع لان انا ما اكدتش المعنى انا ما قلتش يترك اثر سيئا لو قلت يترك او لديه اثر سيء يبقى انا كده باكد الكلام انما هنا بتكلم عن الامكانيه يمكن ان يترك وممكن ما يتركش عادي برضو تمام مايت هاف احتماليه هنا بتكلم عن الايه الاحتماليه فهتبقى ايه يا شباب رقم سي تمام طبعا كان مش هتنفع لانها معناها يستطيع تمام انما هنا بتكلم عن الاحتماليه والامكانيه تمام يبقى هتبقى رقم ايه يا شباب رقم سي تعالوا نشوف اللي بعد كده لقد كان بمقدوري ان اسافر بالطائره من اسوان الى القاهره لكنني فضلت السفر بالقطار لقد كان بمقدوري يعني كنت اقدر كنت اقدر تمام تعالوا كده نشوف I could have traveled by plane from Aswan to Cairo but I preferred to travel by train كان ممكن اقدر اسافر بالطائرة من اسوان القاهرة بس انا فضلت اسافر بالقطار ممكن دي تمشي I should have traveled كان يجب ان انا ما قلتش كان يجب ان هنا ما كلمتش عن اللوم او الندم او حاجة كان المفروض اعملها انا بتكلم عن كان بمقدور اعمل كده تمام فدي مش هتنفع لان ما هنا اي حاجة بتدل على الندم او اللوم تمام او حاجة كان لازم اعملها هنا رقم سي بيقول لك I must have traveled برضو must have traveled مش هتنفع خالص تمام must have traveled مش هتنفع لان اصلا must مش مش هتيجي في الماضي must ما بتجيش في الماضي يا شباب must لا تأتي في الماضي تمام وده بيدل على الماضي تمام اللي بعدها I can't have traveled by plane لقد كان بمقدور انا بقول هنا دي لم يكن بمقدوري لم يكن بمقدوري وبعدين كانت بتيجي في المضارع مش بتيجي في الماضي تمام فدي برضو مش هتنفع دي مش هتنفع يبقى هتبقى ايه يا شباب I could I could travel I could have traveled by plane from Aswan to Cairo but I preferred to travel by ترين تمام فدي دي مش هتنفع علشان كانت بتيجي في المضارع وهنا مصر ما بتجيش في الماضي وهنا شويه بتجي في اللوم والندم فهتبقى رقم ايه شباب الاصح رقم ايه تمام دي كانت اخر آه واحده معانا ورب تكونوا استفدتوا آه ربنا يوفقكم ان شاء الله وان شاء الله للفيديوهات الجايه آه هنزلها على طول آه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته